وجه الإعلامي محمود سعد العزاء للشعب المصري في وفاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، والذي توفي على إثر تعرضه لأزمة قلبية. وقال محمود سعد: الله على مارادونا اللي أكدت موهبته على سحر كرة القدم لافتا، وكنت قلت الراجل حين يترك أثرا يطيل ظله، وظل مارادونا وصل للعالم كله، مما جعل وفاته تنزل الحزن بسكان العالم. وأكمل: المسيح دعا للحب الحقيقي وحول التعصب في المجتمع وتكفير المتشددين لمارادونا ورفضهم الترحم عليه كونه مسيحيا. قال محمود سعد في فيديو مسجل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب: هو في ايه؟ تمنوا الرحمة من قلبكم للآخرين كما دعانا السيد المسيح، المسيح اللي طالبنا بمحبة أعدائنا، مشيرا: ده هو الحب الحقيقي. كون حب الأقارب والأصدقاء طبيعيا ومألوفا، لذلك طالب المسيح بمحبة الأعداء، فعدوك حين يبصر محبتك يتعلم، وكذلك حتى تتجاوز الناس عن أخطائك. مضيفا: لما تترحم على شخص ليس على دينك، ده مش هيخليه ياخد مكانك في الجنة، الجنة فيها مكان لكل الناس وكذلك النار. واستعاد محمود سعد ذكريات طفولته وقال: والدتي لطالما أحبت زيارة الكنائس، ويحتفظ عقلي بهذه الزيارات أكثر من ذهابها للمساجد، وما رد ذلك إلى كونها مسلمة، فكان من الطبيعي أن تذهب للصلاة في المساجد. لافتا: حين ظهرت السيدة العذراء مريم بكنيسة الزيتون، تم إعلان حالة الطوارئ في بيتنا. كانت والدتي بتعد الطعام في الليل وليس في الصباح كما كان يجري عادة. كنا ناخد حلة للأكل ونروح كنيسة الزيتون بسيارة صديقة والدتي الصحفية اللامعة نجاة عمر، ونقعد للصبح، ومش عارف إزاي ما كناش بنروح المدرسة وقتها. بقول يمكن وقتها ما كانش فيه مدرسة. لا، بس العذراء ما ظهرتش في الصيف عشان أنا ربطه بالخريف. فعلا العذراء ظهرت في أبريل 1968، وكان الوقت ده خريف ربيع يعني. لافتا: حين ذاك لم تفوت نجاح عمر يوما لم تزر فيه كنيسة العذراء بالزيتون طوال شهر ونص، عكسنا احنا. كنت انا ووالدتي بنذهب مثلا كل خميس وجمعة، مشيرا: لم تبصر والدتي العذراء. وقال انه لا يوجد ما يمنع من ظهور السيدة العذراء للبشر، وواصل: ما فيش مانع ابدا، مستشهدا بالقرآن على علو مكانة السيدة العذراء بالقرآن. لافتا: شفنا في الايام دي طقس في منتهى الجمال، نتجمع ونحضر الأكل ونتجه للكنيسة بالزيتون، وكان صعب تميز ساعتها بين المسيحي والمسلم. الكل في الكنيسة قاعد يتضرع ويدعي إنه يشوف ستنا مريم. وواصل: لسه فاكر الترابط الحلو ده بين المصريين، وكمان في كنيسة في شبرا كبار نجومنا زاروها، ومنهم الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، وكاتبين كلام متعلق حتى الآن على جدرانها. وعاوز ارصد كل ده بالكاميرا، بس فيروس كورونا ملخبط لنا الدنيا. وادي الفيديو اللي قال فيه الكلام ده هوت، وكمان جاب صورة والدته وهي شابة جميلة، وهنا صورته مع والدته لما كبرت، وهنا دي صورته وزوجته. هنا محمود سعد وزوجته الصحفية نجلاء بدير من احتفالية وتكريم وإحياء ذكرى الفنانة الراحلة سناء جميل. ديت زوجته الصحفية، وهنا زوجته وبنته، وهنشوف دلوقتي أسرار عن ظهور السيدة العذراء في الزيتون، وزيارة جمال عبد الناصر كمان راح عشان يشوفها. كان ظهور العذراء في الزيتون في 2 أبريل 1968 غير مسبوق، فهو من أكثر ظهوراتها سموا وتفردا وقوة وروعة وتكرارا وانتشارا واستمرارا، وتمت فيه عشرات بل مئات المعجزات التي عجز الأطباء عن تعليلها أو تفسيرها. وكان هذا الظهور هو الظهور الأول الذي تم تصويره فوتوغرافيا وأذيع تلفزيونيا، فقد صوره مئات المصورين المحترفين والهواة، وأذاعه التلفزيون المصري، ونشرت أخباره جميع الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية.
وشاهده الملايين، ورئيس الجمهورية وسكرتير المجلس الإسلامي الأعلى وقداسة البابا كيرلس السادس، وتحرى عنه البوليس. ففي البداية تصور البوليس أن هناك خدعة متقنة، ومن ثم قام بفحص المنطقة المحيطة بالكنيسة فحصا دقيقا لمسافة 24 كيلومتر للكشف عن أي نوع من أنواع الحيل يمكن أن يكون قد استخدم في عمل الأشكال التي ظهرت بها الغدر. وبعد فحص دقيق وجهد شاق لم يتوصل إلى شيء، وتأكد أن الظهور حقيقي وأن الغدر كانت تأتي وتظهر من السماء. دي أول صورة لظهور الغدر، كان ظهور قوي وواضح جدا لكل اللي شافه، وهنشوف أسرار تانية عنه دلوقتي. ودي الأخبار في مايو 1968، بيان رسمي من البابا كيرلس السادس يعلن ظهور العذراء في كنيسة الزيتون، آلاف المواطنين من مختلف الأديان حضر. وقد أرسل جمال عبد الناصر إلى بطريركية الأقباط الأرثوذكس بعض المبحوثين ليتأكد من ظهور العذراء مريم. وجاء مبعوثيه يسألون البابا كيرلس السادس هل العذراء ظهرت؟ فلم يجيبهم، وعندما أصروا على الإجابة قال لهم اذهبوا وشوفوها بنفسكم. فقرر الرئيس كمال عبد الناصر الذهاب شخصيا لمشاهدة هذا الظهور الغريب، ومعه عائلته، وكان يصحبه حسين الشافعي سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى. وجلسوا في شرفة منزل أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة، والذي كان منزله مواجه لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون. وليلتها ظهرت السيدة العذراء أم النور ظهورا فريدا في الخامسة صباحا. وراجع كتاب محمود فوزي البابا كيرلس السادس وعبد الناصر. ورآها كل الحضور، وتولت الحكومة تنظيم الحضور حول الكنيسة وجمع مبالغ نقدية، وأعطت الحكومة الجراج المقابل إلى الكنيسة، وبنيت فيه كاتدرائية كبيرة باسم القديسة العذراء مريم. مشاهدة الرئيس جمال عبد الناصر لظهور العذراء أكدت كل التقارير التي كتبت عن ظهور العذراء في الزيتون على حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكنيسة العذراء في الزيتون ومشاهدته للظهور وشهادته له. ده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طبعا، وهنا على اليمين بابا كيرلس السادس، وبيان رسمي من بابا كيرلس السادس يعلن ظهور العذراء في كنيسة الزيتون. الصلوات التي تستجاب ولا تقف في طريقها عوائق أو عقبات. أقيم صدرقان أمام كنيسة العذراء بالزيتون لوقاية الزوار من البرد والأمطار. تسجيلات صوتية من الكنيسة ترسل إلى أمريكا لإذاعتها. مطران من الهند يطلب بيانات لتنظيم رحلات للكنيسة. ظواهر روحية متعددة تشاهدها الجموع قبيل الفجر. والصحف كتبت ما معنى أسراب الحمام وألوان الملابس التي تظهر بها؟ ودي أسراب الحمام اللي كانت بتظهر مع الظهور النوراني للسيدة العذراء. وعلى سبيل المثال يقول الكاتب الصحفي محمود فوزي في كتابه البابا كيرلس وعبد الناصر صفحة 77 و78، قال وفي دقائق كانت حشود من الجماهير تتطلع إلى هذا المكان أملا في رؤية السيدة العذراء، وتكرر في الأيام التالية هذا المشهد كثيرا، مما دفع الرئيس جمال عبد الناصر إلى أن يذهب إلى هناك ومعه حسين الشافعي سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى وقتها، ويقف في شرفة منزل أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة، وكان منزله مواجها للكنيسة لكي يتحقق بنفسه من رؤية العذراء. وظل عبد الناصر ساهرا إلى أن ظهرت العذراء في الساعة الخامسة صباحا. وهنا وطني كتبت بيان المقال البابوي يؤكد ظهور العذراء، معجزات الشفاء لمن شاهدوا العذراء، تقرير هام لوزارة السياحة عن زورها ومعجزاتها. والناس كانت كلها بتبص لفوق تشوف العذراء. وجريدة الأخبار في 5 مايو 1968، آلاف المواطنين من مختلف الأديان والطوائف قرروا بيقين رؤية العذراء، ومنهم بشهادات جماعية.
وكان أول من شاهد تجلي وفقا لبيان المقال البابوي الصادر في أبريل 1968 ونشرته ساعتها جريدة الأهرام المصرية. ويذكر بيان المقال البابوي أن الخبير عبد العزيز علي المكلف بحراسة الجراج ليلا رأى نورا فوق قباب كنيسة العذراء، فبدأ يصيح ويصرخ قائلا: نور فوق القبة! ونادى على باقي العمال ليشاهدوا المنظر، وبعد تدقيق شاهدوا فتاة تسجد عند القباب، وبعدها شاهدوا الفتاة وهي تنهض، فظنوا أنها مقبلة على الانتحار، فصرخوا لنجدتها، ومنهم من خاف وأبلغ الشرطة وجاءت على الفور، وتجمع المارة من الرجال والنساء لينظروا إلى الفتاة، وبعد فترة اشتد ضوءها، فكانت مضيئة جدا، وكانت ممسكة في يديها بغصن زيتون. وأضاف المقال البابوي أنه مع ظهور العذراء طار سرب من الحمام الأبيض فوق رأسها، فأيقن المسيحيين حينها أنها السيدة العذراء. وكانت تنتقل بين قباب الكنيسة، تارة تسجد وأخرى تقف تصلي، وانطلقت جموع الكنيسة تنشد الترانيم والألحان والتسابيح للسيدة العذراء، وكانت فرحة على الكنيسة كلها، ورآها الآلاف من المسيحيين والمسلمين والأجانب. وأرسل المقر البابوي وفدا للتأكد من ظهور السيدة العذراء، وصدر بعدها بيانا من البابا كيرلس السادس يؤكد فيه ظهور السيدة العذراء فوق قباب كنيستها بالزيتون. أصبحت الكنيسة مزارا للأجانب يأتون من كل البلاد لزيارة الكنيسة التي ظهرت فيها السيدة العذراء. ويعتقد الأطباء أن السيدة العذراء عندما تظهر فإنها ترسل رسالة إلى الناس تعزيهم وتقويهم. وقبل ظهور السيدة العذراء في أبريل 1968 كان الشعب المصري كافة في حالة حزن شديدة بسبب نكسة يونيو 1967، ولذلك اعتبر المسيحيين أنه عندما ظهرت السيدة العذراء فإنها أعطت تعزية للشعب وقوة، وشعروا أنه لن تطول فترة الحزن. واعتبر البابا تودروس الثاني في كلمة مسجلة أذاعتها الكنيسة أثناء الاحتفالات العام الماضي أن ظهور العذراء في الزيتون رسالة محبة وسلام وفرح ومؤازرة من أمنا العذراء مريم القديسة، مضيفا: وأمنا العذراء لها مكانتها الطيبة في قلوب كل المصريين مسيحيين ومسلمين. ونحن نحتفل بهذه الاحتفالات الكبيرة التي نتذكر فيها عمل الله معنا، ونتذكر كيف افتقدنا الله بهذه القديسة على أرضنا في بلادنا مصر. ومنذ ظهور السيدة العذراء في مصر عام 1968 أصبحت الكنيسة تحيي ذكرى الظهور في 24 من شهر بشنس القبطي كل عام الموافق 2 أبريل. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.